نفتتح جمعنا العام العادي لنادي الاتفاق المراكشي للموسم 2013-2014. وقبل التحية والشكر أود أن أشكر جميع أعضاء المكتب وممثل السلطة المحلية وممثل الجامعة الملكية لكرة القدم وممثل عصبة الجالو وممثل وسائل الإعلام وممثل اللاعبون. أيها الحضور الكرام، قبل قراءة التقرير الأدبي والمالي نفتتح جمعنا العام هذا بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله. من دابا كنبغي نشير للنقاط اللي غادي يتضمنها جدول الأعمال الجمع العام العادي السنوي لنادي الاتفاق الرياضي المراكشي اللي غيكون على الشكل التالي: هو تلاوة التقرير الأدبي والمالي، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، انتخاب أعضاء المكتب المسير لنادي الاتفاق الرياضي المراكشي، مختلفات، تلاوة برقية الولاء، ثم حبل الشاي على شرف الحضور الكريم. سعيد الشرع نائب رئيس الاتفاق المراكشي، حنا تنشوفوا هنا في أشغال ديال الجمع العام ديال الثانوي لنادي الاتفاق المراكشي. هو واحد الاتفاق، راه واحد الفريق اللي مبني على الحرية كيف ما كنقولوا، لا بالنسبة للاعبين ولا بالنسبة للمكتب المسير. فهو حنا ما عندنا حتى شي حد اللي كيتقاضى شي راتب على الخدمة اللي كيقدمها الفريق، فالرئيس كيتكلف بالمسائل المادية، حنا كنتكلفوا بالمسائل الإدارية، فحنا ما عندناش المشكل، حنا دايرين أسرة. حنا بالنسبة لنادي الاتفاق حنا ماشي نعتبروش راسنا مكتب، فحنا أسرة كروية اسميتنا الاتفاق، إذا خصنا نكونوا ديما متفقين على طول الخط. بالنسبة كاين دابا غادي يكونوا شي انتدابات أو انتقالات لاعبين، تغييرات، كاين شي تغييرات جذرية في الفريق أو نشوفوا نفس الفريق الاتفاق اللي شفنا الموسم الماضي؟ فهو ما غاديش يكون شي تغيير كبير، ماشي غادي تكون شي نسبه اللي كبيره. فاللي حنا ماذا بينا حنا كيف ما كتقول السي كيف ما كتعرف السي صابر، وكنشكرك بعدا على المواكبه لجميع الانشطه. لا ماشي بالنسبه للاتفاق، فحنا كيف ما كنشوفوا فالسي صابر انت كتواكب من خلال المنبر ديالكم جميع انشطه جميع النوادي جميع الفئات وجميع الاقسام. كنشكروك سميتو. من ناحيه الانتدابات فما غاديش يكونوا شي انتدابات اللي كثيره، فحنا كنحاولوا نحافظوا، لان الفريق راه كيف ما كتشوف كما لاحظتي معنا راه هو فريق مزيان، الدراري كيلعبوا الكره، دراري متخلقين، دراري في المستوى. فحنا الا كان شي واحد الا جاتو شي تجربه في شي قسم اللي فوق منا، فحنا ما زدنا غير الخير. هما لا ما كانش فالنادي ديال الاتفاق ما غاديش يعرف قدك شي انتدابات كبيره، غادي نحافظوا على التركيبه البشريه اللي كانت عندنا مع بعض الاضافات. هذا الشيء اللي غادي المهمه غادي توكل السي هشام الطلباوي، هو اللي غادي يشوف مكان من الضعف عنده، هو اللي غادي يحاول يملأ الفراغات ويجلب اللاعب المناسب للمكان المناسب.
بالنسبة لي سعيد تنشوف واحد التفاتة واحد البادرة جميلة قمتوا بها هي التكريم ديال السي عبد الرزاق العمراني المعيد البدني للمنتخب الوطني السي هشام الدميعي السي بن بابا عصام. هذه التفاتة اللي جميلة اللي قلما تنشوفها في الأندية. كيفاش جات الفكرة باش أنه تكرموا هذا الثلاثي المراكشي؟ احنا العمر ديالنا واحد 3 ديال السنوات فاحنا دابنا على هاد المبادرات فاحنا ديما كنكونوا سباقين لتهنئه اي فريق لاعب حكم اي رياضي دار شي انجاز وبزاف الا كان من المدينه ديال مراكش احنا في كل جمع عام كنديروا هذه البادره هذه فالسي كيف ما كتلاحظوا كيف ما كيعرف الجميع ان السي هشام الدمعي فهو استطاع في اول موسم من الصعود قيادة نادي الكوكب الرياضي المراكشي وحتى وكان كيتسيد البطولة لدورات واستطاع استطاع النادي ديال الكوكب انه يكمل في المرتبة الرابعة فانك تحت المرتبة الرابعة فسميتو في البطولة الوطنية الاحترافية امام كيف ما قلتني في التقرير ديالي انه امام كبريات الفروق واللي عرفتي انت الفروق بشحال كيمشيو في المغرب راه ملي كنقولوا الرجاء تطوان الوداد الفتح راه هادو راه فرق راه فاتي الكوكب لا ماديا ولا حتى من ناحيه التركيبه البشريه فالسي هشام يحيى من هذا المنبر وكيستحق كل تنويه وكيستحق كل تشجيع اضافه الاخ عبد الرزاق العمراني فهو اول معيد بدني للفريق الوطني اللي كينتمي لمدينة مراكش فاحنا ما كان علينا لا هذه الالتفاته راه ما كانت شيء قليل وهذا التكريم هذا راه شيء قليل في حق السي هشام العمراني والسي هشام الدمعي والسي عبد الرزاق العمراني اضافه للحكم عصام بن بابا فمنذ زمان ما كنشوفوش حكام من عصبه الجنوب ولا من مراكش كيوصلوا لشي تيوصلوا حتى يوصلوا زعما يحكموا حتى المقابلات ديال القسم الاول فبالاحرى انك تولي حكم دولي وبالمناسبه حنا كنحيوا كنتمنوا له التوفيق هو كيتواجد بالديار بالادغال الافريقيه اليوم وهذا الشيء تعذر عليه المجيء فكنتمنوا له كل التوفيق وهاد الناس يتسنى يستاهلوا اكثر من هذه الجوائز التقديريه اكثر من هذه الالتفاته اللي التفت لهم ديال الاتفاق الرياضي المراكشي وماذا بينا يكون عندنا بزاف ديال الرياضيين اللي يحدوا الحدود ديال هاد الاخوات تحنا من هذا المنبر ديال مراكش الرياضيه تنحييكم وتنقولوا تحنا بجنبكم في جميع المباريات في جميع اللقاءات في سعيد شكرا السي صابر شكرا السي اسماعيل وكنتمنوا لكم التوفيق انتم في هذا المنبر الفتي مزيدا من التالق وراكم في المسار الصحيح وبالتوفيق السلام عليكم ورحمه الله فسيتم انتخاب المكتب المسير للنادي انا الترشيح اللي الوحيد اللي وصلنا هو من عند السي اسماعيل ايت لقيت ما كاينش شي منافس اخر وما كاينش شي واحد اللي تقدم لنا بالترشيح ديالو السي اسماعيل فندوزو للتصويت السي خالد المصوتون بنعم السي بوجمعه والسي سميت اسلام تم التصويت على السيد اسماعيل ايت لقيت بالاجماع لولاية ثانية فهنيئا للسي اسماعيل يحضر بيننا شخص رياضي ولد مدينة مراكش من الناس اللي رفعوا وشرفوا وجه المدينة هذا هو المعيد البدني للمنتخب الوطني وقبله النادي الكوكب المراكشي وعدة أندية وطنية هو السي عبد الرزاق العمراني اللي كنهنيوه على المنصب ديالو وكنشكروه على العمل وعلى المرتبة اللي وصل ورفع الاسم ديال مدينة مراكش عاليا كيعتبر السي عبد الرزاق العمراني أول معيد بدني أول إنسان أول رياضي مراكشي كيوصل هذا المنصب هذا فكنتمناو ليه التوفيق والمزيد من الاجتهاد والمزيد من النجاح وشكرا وكيتقدم بالمناسبة رئيس نادي الاتفاق الرياضي المراكشي واحد الجائزة التقديرية للسي هشام والسي عبد الرزاق وكذا كاين واحد الشخص اخر اللي هو السي هشام العمراني السي هشام الدمعي اللي استطاع يمشي بالسفينة ديال الكوكب الرياضي المراكشي
ويحتل المرتبة الرابعة بين كبريات الفروق الوطنية اللي الميزانية ديالها كتفوق عشرات المرات ميزانية نادي الكوكب المراكشي، واللي الترسانة البشرية اللي كيتوفروا عليها كتفوق عشرات المرات الترسانة ديال نادي الكوكب الرياضي المراكشي. فهاني أنا نهاجس الناس وما نبغيش ننسى واحد الأخ آخر اللي هو السي عصام بالطبة اللي حاصل على الشارة الدولية وأصبح حكم دولي، واللي كيعتذر الدواب على الحضور لأنه كيتواجد بالأدغال الإفريقية. فاحنا كنهنيو هاد الإخوان، وبحال هاد الناس هما اللي بغينا لهاد المدينة، وبحال هاد الناس هما اللي كيشرفونا، وهاد الناس هما اللي كيرفعوا الراية ديال البلاد. فشكرا شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر فريق الاتفاق الرياضي المراكشي اللي تنعرف الاخوه ديالو عن قرب، عشتهم عن قرب وعشت معهم تقريبا المحنه ديالهم اللي دازوا منها، وكمراكشي ودلت من هذه المدينه فما يمكن لي الا نصفق بحراره على المجهودات اللي كنقوم بها المكتب كلها هو وعلى نفس السيد الرئيس اسماعيل، لانه صراحه انسان اللي لا يبخل الفريق ديالو لا بالكبيره ولا بالصغيره. فهنيئا فريق اتفاق الرياضي بهذا الرجل هذا، وهنيئا كذلك لهذه المنطقه بهذا الناس اللي تنتمنى ان شاء الله ان هذه السنه تكون سنه تتويج، وتكون ان شاء الله على حساب الامكانيات اللي شفتوا على حساب الفريق اللي كاين، ان تكون ان شاء الله سنه من الصعود. فشكرا لكم وشكرا للحضور الكريم. عبد الرزاق المعيد البدني للمنتخب الوطني، مرحبا بك معنا في هذه التغطية اللي ترتب فيها الجمع العام الثانوي ديال نادي الاتفاق المراكشي. تنشوف هذه الجائزة والتكريم اللي حظى به السي عبد الرزاق العمراني، كيف تشوف هذا الالتفات اللي التفتوا هاد الناس ديال الاتفاق السي عبد الرزاق؟ اولا تنجدد الشكر ديالي للاخوان ديال المكتب ديال فريق الاتفاق الرياضي المراكشي، وعلى راسه السيد الرئيس والاخ سعيد الشراع والاخوان ديال المكتب، وتنشكرهم على هذه الالتفاته اللي ما كانتش شخص عبدو ربي، ولكن كان كذلك الاخ الدميعي والاخ بن بابا اللي حمل الشاره الدوليه. فتنعتقد هذا هما ابناء مدينه مراكش، يعني يحتفى بهم بهذه الطريقه هذه. فما يزيد الانسان الا تكليف انه يشتغل اكثر باش يمكن يكون عند حسن ظن الجماهير المراكشيه وعند حسن ظن الجماهير المغربيه.